رأسمالية كبيرة لعدد المهول من المخالفات. بس مش معنى ان احنا بندرس قانون الاتصال على المخالفات ان احنا بندي الناس الحق ان هي تخالف بعد كده، لا. القانون ده احنا بنتعامل مع وضع قديم ووضع بقى قائم وصعب تغييره، وهندي فرصة مهلة 6 شهور للتقدم واتمام عمليات التصالح، انما هنغلظ العقوبة على ما هو قادم. حضرتك في لقاء السيد الرئيس الاخير في انا يعني ادى رسالات محدده وواضحه ان الدوله مفيش تهاون مع المعتدين على حق الدوله، وان مش هيبقى في تهاون، وان الدوله جاده في ارجاع هيبتها وارجاع هيبه القانون واحترام القانون. ان اللي حصل الانفلات اللي حصل من 2011 ده يعني محدش ابدا راضي بيه، ولا يمكن ان هو يتكرر مره اخرى في ظل وجود حكومه قويه قادره على تنفيذ القانون. حضرتك بتقولي يعني واضح ان اغلب المخالفات اللي حصلت بعد 2011؟ يعني ما هو كانت في مخالفات قبل كده مش بس 2011. بس يعني 90% من المخالفات بعد 2011. طيب في مقترح متقدم انه يتم اضافه التصالح مع المخالفات والتعديات على الاراضي الزراعيه، حضرتك مؤيد لده ولا معارض؟ لا طبعا، الاراضي الزراعيه دي هيؤدي لتآكل الاراضي الزراعيه، وطبعا احنا في فقر غذائي. فمش ممكن ابدا ان احنا هنسمح بالتجاوز وبالمخالفات على الاراضي الزراعيه، لا ده محدش يسمح بكده ابدا، ان ده يبقى تفريط في حق المواطنين الاكثر احتياجا وتفريط في حق الوطن نفسه. بس دي كتير يا فندم، دي بقى كتير التعدي على الاراضي الزراعيه. يعني برضو نقول ان الرساله اللي بعثها السيد الرئيس لجموع المواطنين او لجموع الشعب المصري ان مش هيبقى في تهاون في الاستيلاء على الاراضي ومافيا الاراضي، ان دي لا يمكن ابدا ان هي تتكرر، والناس تقنن الوضع دلوقتي، وما هو متجاوز ده مش هيتم التعامل معاه يعني بدون رحمه. ده مدي مهلة لآخر الشهر بالنسبة للتعدي على أراضي الدولة، يعني المهلة لغاية آخر الشهر. حتى في حديث السيد الرئيس النهاردة مع الصحف القومية في مؤتمر هيعقد بالمعنيين من كافة الجهات المعنية حول هذا الموضوع، هم وصلوا لإيه؟ يعني أعتقد أن الدولة جادة حقيقي دلوقتي. لازم أجهزة الدولة كلها تتكاتف في هذا الموضوع، الموضوع ده حق وطن وحق مواطنين، مش حق الوطن بس او الحكومه بتعمل، ده حق المواطنين وحق الاجيال القادمه. ان المافيا الاراضي والاستيلاء على اراضي الدوله، لا ده مش يعني مش حق المواطنين الحاليين، لا حق الاجيال القادمه، يعني مش هيبقى فيه تفريط فيه ابدا يعني. طب ايه المواد الخلافيه اللي في القانون اللي انتوا دلوقتي بتناقشوها اللي عليها خلاف؟ لا ما فيش مواد خلافيه، احنا بنوصل لتوافق. يعني معالي الوزير مصطفى مدبولي حريص على حضور لجان الاستماع ولجان مناقشه القانون مع اعضاء مجلس النواب والوزير عمرو عزت سلامه، واحنا خدنا فيه خطوات كبيره جدا. لو حضرتك احنا هيبتدي يعني او في تفكير ارجاء اصداره لحين الانتهاء من التصالح على الاراضي الوضع اليد، شوف تقنينها ايه هيبقى، لان دي في جزء كبير في القانون للاراضي اللي هي وضع اليد. وضع اليد. طيب خليني اسال حضرتك انه هل في القانون هل انتم محددين فتره زمنيه لكي تتم عملية التصالح؟ تبقى فترة 6 شهور إن شاء الله. ست شهور. مديله 6 شهور لو لم يقنن وضعه أو يتصالح. تقدم للتصالح خلاص هيبقى بقى يعني يتم اتخاذ الإجراءات معه. يتم اتخاذ الإجراءات. اللي هي إيه بقى؟ الإجراءات اللي أنتوا حاطينها، حضرتك قلت في وسط كلامك تغليظ العقوبة، هي العقوبة إيه دلوقتي وتغليظها هيكون شكله إيه؟ تغليظ العقوبة سجن أو غرامة. كام الغرامة؟ تصل إلى كام يعني؟ الغرامة بتوصل بقى اللي هي ضعفين الرسوم المقررة في الترخيص، كانت 600 جنيه وصلت 800 جنيه دلوقتي، بتوصل لمقدار الضعفين. لا احنا هنلغي عقوبة أو بنفكر إن احنا نلغي عقوبة الغرامة وتبقى سجن فقط. لأن معلش